مرحبا. أهلين. على فكرة فستانك كتير حلو. شكرا. بس طوقك أحلى. إيه طوقي كتير تقيل، إجاني هدية. أوكي، يعني تحبي تقولي لنا من وين مثلا؟ ما بعرف، هلا بسألكم وبخبركم. يا ريت والله. بدي أعرفك عن حالي، أنا اسمي سوسن. وأنا اسمي باسمة. وأنا اسمي حليمة. وأنا ليليانا. أنا روعة. روعة شو بتعملي بالحياة؟ ولا شيء، قاعدة بالبيت. يا بختك يا بختك. يلا أحسن لك من الشغل. لا والله قاعدة البيت بتملل كتير. ايه صح. طيب ليش ما بتجي بتشتركي معنا بالجمعية تبعنا؟ ايه جمعية؟ جمعية شو؟ الجمعية اللي مجتمعين فيها نحن. طبعا. جمعية شو؟ هي جمعية الحياة، بنلتقى فيها بنعمل فيها نشاطات. طبعا، وانا جيت من مصر مخصوص عشان الجمعية دي. ايه مثل شو؟ يعني شيء هيك علاقة بالطفولة. تمام. أو بالأسرة. تمام. واليتامى والعجائز. جمعية خيرية يعني؟ خيرية. عيني عليك. أنا كتير بحب هاي القصص. ممتاز. لكان لازم نلتقى. أعطيني رقم موبايلك لو سمحت. هاتي اكتب لك يا اسمي روعة، لا تنسي. طيب شو رأيك نلتقى بكرة؟ طيب انتو امتى بتلتقوا؟ يعني مورنينج. لا انا الصبح ما اقدرش عشان عندي شغل، ولا انتو نسيت؟ بتعطي اجازة من الشغل مثل العادة. اوكي. طيب وين بتجتمعوا بالعادة؟ يعني نحن هلا الحقيقة غيرنا المكتب وعم ندور على مكتب جديد. طب هلا وين عم تلتقوا؟